أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم جديد السوق. حلقتنا اليوم مع شركة فورد العملاقة، وسيارتنا لهذا اليوم هي سيارة فورد فليكس. يتعزز التصميم بشكل أكبر مع فئة فليكس ليميتد الجديدة بالكامل التي تتسم بتفاصيل تصميمية متميزة وعديدة، وتعزز فئة ليميتد الفاخرة بقالب مميز لخط حزام السيارة وشبكة من الكروم اللامع ومصابيح أمامية زينون عالية الأداء. وزودت فليكس أيضاً بصندوق خلفي من الكروم يفتح ويغلق أوتوماتيكياً بضغطة زر مع إنارة خلفية بتقنية LED، إضافة إلى عجلات مصنوعة من الألمنيوم المصقول قياس 20 بوصة. زودت فليكس بالكثير من التقنيات المبتكرة والرائدة التي تسعى إلى تعزيز قدرة السائق، ومن هذه التقنيات نظام صوتي من سوني بقوة 700 واط، وصوت محيطي بقوة 5.1 و10 مكبرات صوت. ومن المميزات أيضاً ثلاجة موجودة بين مقاعد الصف الثاني، وهي حجرة تبريد تعمل بواسطة الضغط كومبريسر، ويمكنها تبريد ما يصل إلى 7 علب بحجم 12 أونصة أو 4 زجاجات بحجم نصف لتر. أما بالنسبة للإضاءة المحيطية فيمكن لمن يمتلكون فليكس أن يبرمجوا 7 ألوان للإضاءة الداخلية لتتناسب مع مزاجهم، ويمكن تغيير الإضاءة على 2 من الثنائيات المركبة في الأمام والخلف وحول حوامل الكؤوس الأربعة. تتمتع فليكس بسقف بانورامي فيستا روف، كما توفر فليكس مساحة كبيرة تكفي لسبعة أشخاص مع إمكانية طي مقاعد الصف الثالث أوتوماتيكياً بضغطة زر. زودت فليكس بنظام ملاحي متطور مع مساحة تخزين تصل إلى 10 جيجا بايت، تمكن من تخزين 2400 ملف MP3 ومكيف إلكتروني مزدوج للتحكم بدرجة الحرارة مع التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية، وبكاميرا خلفية مع حساسات خلفية. زودت فليكس أيضاً بنظام سينك الجديد والحصري من سيارات فورد، وهو نظام اتصال وترفيه مدمج يتم التحكم به عن بعد بواسطة الأوامر الصوتية. وقد طورت فورد هذا النظام بالاشتراك مع مايكروسوفت، كما يوجد أيضاً مدخل USB 2.0 للتحكم بمشغلات الوسائط الرقمية وشحنها، بما في ذلك الآيبود من أبل وزيون من مايكروسوفت وأجهزة بلايز فور شور الموسيقية. تتميز فئة فليكس بمحرك قياسي سعة 3.5 لتر يشكل إصداراً يختلف عن محرك ديوراتيك الحائز على جوائز بفارق 24 صماماً. إن هذا المحرك الذي يؤمن قوة قدرها 262 حصاناً عند 6250 دورة في الدقيقة ينتج عزم دوران يبلغ 248 رطلاً للقدم، وذلك عند 4500 دورة في الدقيقة. وقد صمم بدقة لتوفير قدرة على زيادة السرعة بشكل فوري وتأمين القوة بسلاسة، إضافة إلى ضمان نسبة توفير في استهلاك الوقود تصل إلى 24 ميلاً في الجالون على الطرقات السريعة مع سيارة فليكس ذات نظام الدفع بالعجلات الأمامية. يتوفر طراز فليكس مع تكنولوجيا المحركات إيكو بوست المقتصدة للوقود في فئتي ليميتد وتايتانيوم، كما يترافق محرك إيكو بوست مع نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي المتطور Select Shift Automatic بست سرعات، الذي يقدم للسائق فرصة الاختيار ما بين اعتماد التشغيل الأوتوماتيكي بالكامل أو التحكم اليدوي بالسرعة. تتضمن الميزات القياسية والمتوفرة نظام المساعدة النشط لركن السيارة الذي يستخدم أجهزة استشعار في مقدمة السيارة ومؤخرتها، ويعمل بالتوافق مع نظام التوجيه المعزز آلياً APAS، وذلك بهدف تحسين توجيه السائق أثناء ركن السيارة، ونظام التعويض عن انحراف السيارة من الخلف وتأثير القوة الدافعة
وهو عبارة عن تقنية تساعد السائقين تلقائياً بالتوافق مع نظام التوجيه المعزز آلياً APAS على التعويض عن أي انحراف أو الانزلاق الذي قد يحدث في حالة الرياح المعترضة الثابتة أو على الطرقات غير المستوية. تتميز فورد فلاكس بنظام السلامة الهيكلي المتطور، وقد تم أيضاً في سيارة فلاكس اعتماد الهندسة القائمة على الحماية من الاصطدامات الجانبية وتعزيز صلابة المقصورة Space Architecture، وذلك لتعزيز حماية الركاب من الاصطدامات الجانبية. كما وتتضمن ميزات السلامة القياسية من سيارة فورد فلاكس 2011 مساند للرأس قابلة للتعديل، ونظام أدفانس تراك مع ميزة التحكم بالميلان RSC، ووسائد هوائية ثنائية أمامية وجانبية للحماية من الصدمات، ووسائد سيفتي كانوبي الهوائية عند المقعدين الثاني والثالث مع جهاز استشعار لحالات التدهور. نصل الآن لمرحلة التقييم النهائي لهذه السيارة على جميع الأقسام الأربعة السابقة، وهي كالتالي: نبدأ من تصميم السيارة وشكلها الخارجي. فقد حصلت معنا على نقطة ونصف من أصل 5 نقاط على المسنن. أما بالنسبة للراحة والمقصورة الداخلية فقد حصلت معنا على 3 نقاط. أداء السيارة على الطرقات حصل معنا على 4 نقاط. وأخيراً بالنسبة للراحة ومتعة القيادة فقد حصلت معنا على 3.5 نقاط. وبذلك فإن تقييمنا النهائي لسيارة فورد فلاكس يكون 3 نقاط من أصل 5. أما الآن فنترككم مع قائمة لأهم المواصفات لسيارة فورد فلاكس. ومع هذا التقييم نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم جديد السوق. مع السلامة.